بالفعل شبح المجاعة عاد إلى منطقة غزة، إلى مدينة غزة وشمال القطاع، مثلما هذه المناطق تحديدا منطقة غزة بأحيائها وهي التفاح، الشجعية، الزيتون، وأيضا منطقة محافظة الشمال تحديدا منطقة جباليا إلى الشمال الشرقي من قطاع غزة ومخيم جباليا، حيث الكثافة السكانية وحيث التقديرات الدولية تتحدث عن حوالي 500,000 فلسطيني في هذه المناطق. منذ أن بدأت عملية رفح في 7 مايو الماضي لم يدخل إلى هذه المنطقة تحديدا أي شاحنة مساعدات إلا القليل القليل منها، والآن هذه المجاعة في هذه المنطقة هي عمليا أكثر سوءا بحسب الفلسطينيين من المجاعة التي تلت الحرب حوالي 3 أشهر بعد بدء 7 من أكتوبر. وهناك العديد من الفلسطينيين الذين قتلهم الجوع أو قتلهم قلة الغذاء في هذه المنطقة، حوالي 40 فلسطيني غالبيتهم من الأطفال، خاصة عندما نتحدث أنه لا يوجد في القطاع حتى المكملات الغذائية. الأهالي يشتكون أنه حتى المكملات الغذائية لأبنائهم طبعا غير موجودة، الحليب غير موجود، المواد الغذائية الأساسية لهؤلاء الأطفال غير موجودة. وتتحدث اليونيسف أن طفل من 3 أطفال يتعرض إلى سوء تغذية، ربما يكون لها مضاعفات قد تصل إلى حد الوفاة. أيضا هناك الحديث عن المجاعة في قطاع غزة، هناك جمعيات تعطي أو تقدم بعض المواد الغذائية للفلسطينيين، ولكنها بالتأكيد لا تكفي، خاصة مع ندرة الطعام الموجود. هناك بعض المعلبات التي تعتمد عليها الجمعيات، ويقول فلسطينيون أن جزء من هذه المعلبات قد يعني انتهى وقته، وبالتالي هناك حالات إصابات بالتسمم تصل الفلسطينيين في هذه المنطقة أو يعاني منها الفلسطينيين. مثل هذا الغذاء مثلا، هذا من مقدم من قبل إحدى الجمعيات التي تحاول مساعدة الفلسطينيين على أنه أن يبقوا على الأقل على قيد الحياة. بعض الفلسطينيين اتجهوا إلى البحار، إلى البحر عمليا في منطقة شمال القطاع حتى يصطادوا ما يمكن، طبعا في ظل استهدافات إسرائيلية دائمة في تلك المنطقة. الأسواق نتحدث عن أنه لا يوجد شيء في الأسواق ممكن أن يشتري الفلسطيني إلا الحدود الدنيا، والحدود الدنيا باهظة الثمن. إذا ما قدرنا مثلا كيلو الطماطم ب$30، كيلو البصل ب$60، كيلو اللحم يصل إلى $100. مع العلم أنه قبل أسبوع في أيام عيد الأضحى كان وصل سعر الضحية من الخروف $2,000 و$3,000، بينما البقرة $17,000.